من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك سيد رامي. سأبدأ قبل الحديث عن الزلزال وتداعياته عن قصف حقول النفط في المناطق التي توجد فيها القوات الأمريكية القواعد الأمريكية في سوريا. ما طبيعة هذا القصف؟ وكما ذكرتم بأن يعني الميليشيات الإيرانية تجند أبناء المنطقة من شرق الفرات، ما هذه الاستراتيجية الجديدة وما الرسالة التي أرادتها إيران الآن لواشنطن؟ الصواريخ، نعم مساء الخير، هي صواريخ مجهولة مثل الطائرات المجهولة التي تستهدف القوات الإيرانية. إيران لديها أيضا صواريخ مجهولة تستهدف حقل العمر، حقل كونيكو، استهدفت قاعدة الشدادية سابقا، ولكن إذا ما كان تنظيم داعش هو الذي يقف وراء هذا الاستهداف سيتبنى في اللحظة الأولى الاستهداف. إلى الآن لم يتبنى التنظيم، إلى الآن القصف مجهول المصدر حتى اللحظة. نحن نتحقق من الأمر من يعني كيف انطلق ومن أين انطلقت الصواريخ، إلى الآن الأمر غير واضح إلينا، ولكن ما هو الواضح بأن هناك استنفار لا يزال مستمر في حقل العمر النفطي بشكل أساسي وأيضا في حقل كونيكو، ولكن الاستنفار الأكبر هو في حقل العمر النفطي. بعض الذين نزلوا إلى الملاجئ في هذا القاعدة الأمريكية التي يوجد فيها ليس أمريكان فقط بل يوجد فيها عناصر من مجلس من قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا الاستنفار هو في محيط الحقل، تمشيد بحثا عن مناطق انطلاق الصواريخ. لم يصدر تعليق من الأمريكيين، لم يصدر تعليق من قوات سوريا الديمقراطية، ولكن نحن ما أكدناه سابقا قلنا بأن حزب الله اللبناني درب عناصر من السوريين الذين جندتهم إيران أو جندهم حزب الله في مناطق شرق الفرات لاستهداف القوات الأمريكية أو قوات سوريا الديمقراطية تحت مسمى استهداف داعش لهذه القوات. يعني قد يكون هذا الاستهداف موجها لقوات سوريا الديمقراطية وليس المقصود فيها رسالة؟ لا لا لا، قوات سوريا الديمقراطية موجودة على الطرقات، يعني استهدفوها لو كان الاستهداف لقوات سوريا الديمقراطية. استهداف الحقل هو استهداف الأمريكيين ليس لقوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية لديها قواعد. نعم، هذا ما كنت أريد فقط أن توضحه لنا. ماذا لنتحول إلى الموضوع الإنساني وهو الذي يفرض نفسه فعليا، موضوع الأغذية، ويعني ما أعلن عنه برنامج الأغذية العالم بعدم إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة والمتضررة في الشمال الغربي السوري؟ نعم، يعني الأمر واضح وجلي، وأن أبو محمد جولاني الرجل اعترف وقال بالحرف الواحد في أحد الاجتماعات، قال نحن حتى اللحظة لم يطلبوا منا إدخال مساعدات من مناطق سيطرة النظام، ولكن إذا طلبوا منا سوف نرفض، لأننا لا نريد أن نعطي نصرا سياسيا لبشار الأسد أو تعويم سياسي. وهنا قلنا وطلبنا منذ الساعة الأولى بأن هذا ليس انتصار سياسي لبشار الأسد، دخول المساعدات هي للمحتاجين إليها في مناطق شمال غرب سوريا، سواء مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام أو ما تعرف بحكومة الأنقاض أو مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة. الآن الأوضاع كارثية. قبل ثواني كنت يعني أشاهد شريط مصور من جنديرس، وأحد الذين أحد الجمعيات تصور وتعطي ربط خبز وقارورة مياه لشخص وتقول له أشكر الجمعية الفلانية. يعني ما هذا الإسلام؟ ما هذا الانحطاط الأخلاقي الذي وصلنا إليه؟ هل من المعقول أن تصور رجل مسن في ربطة خبز وقارورة مياه وتصور لافتة للجمعية وتقول له أشكر الجمعية الخيرية؟ يعني هناك عدم عدالة في المساعدات، وهناك عدم وصول للمساعدات لكثير من المناطق، وأيضا دعيني أقول لك بأن هناك سرقة للمساعدات يعني الغذائية أو المساعدات القيم واللوجستية. من الذي يقوم بسرقة المساعدات سيد رامي، وفي أي مناطق بالتحديد؟ يعني أعطيك جنديرس على سبيل المثال، عندما يعني يقول الأمر لشخص معروف عنه بالفساد مثل محمد جاسم رئيس ما يعرف بفرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرق أخرى عسكرية، ما علاقة هذه الفرق العسكرية التي كانت تنهب أهل عفرين بأن تقوم بتوزيع المساعدات؟ يجري سرقة المساعدات، يجري إذلال سكان تلك المنطقة، إما أن تؤيد أو ما تكون أو تهدف للقائد الفلاني والجمعية الفلانية أم لا تحصل على المساعدات. اليوم شخص كان في جنديرس قال جلست يعني امرأة كردية من تلك المنطقة كانت تبكي، قال تمر المساعدات يقول أنت مع الفصيل الفلاني أو مع الجمعية الفلانية أو المنطقة الفلانية، لا تعطي المساعدات.
أين الذين يوزعون المساعدات على تلك المناطق؟ لماذا لم يكن هناك عدالة في المساعدات؟ ذات الشيء في مناطق النظام وشاهد ذات الشيء أن جمعية أسماء الأخراس التي كانت جمعية البستان سابقا وغيرت اسمها جمعية العرين تقوم بعملية انتقائية في توزيع المساعدات حسب القرى حسب المناطق الموجودة. وفي حلب نشاهد بأن هناك الذين تضرروا من الزلزال لا يحصلون على المساعدات، الذين هم لا علاقة لهم بالزلزال يذهبون إلى مراكز الإيواء يسجلون أسماءهم يحصلون على المساعدات، ليلاً يذهبون إلى منازلهم في اليوم التالي يذهبون إلى مركز إيواء آخر. هناك الذين يحتاجون هذه المساعدات لا يحصلون عليها في كل المناطق، الذين هم لا يحتاجونها يحصلون عليها وفق السلطات وفق المعارف وفق 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 إلى آخره. لا نعمم ولكن الكثير من هذه الحالات موجودة. وأنا أتحدث عن جنديرس واليوم يعني رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى قال استقبل وفد من الأمم المتحدة في مقر الحكومة المؤقتة. هل تعلمين أن مقر الحكومة المؤقتة في كفر جنة هو عبارة عن فيلا مسروقة من شخص كردي جرى تهجيره من هذه البلدة ومن ثم أصبحت مقر الحكومة المؤقتة؟ يعني ما بالك على توزيع المساعدات وعدالة توزيع المساعدات في مناطق نظام مناطق معارضة؟ وكيف يحق لأبو محمد الجولاني حقيقة الأمر أن يمنع دخول مساعدات من الأمم المتحدة من مناطق النظام؟ لا يحق له، ليس هو ولي الأمر على هؤلاء السوريين الذين هم جوعى في تلك المنطقة. نعم، من مدينة كوفنتري البريطانية كان معنا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.